وهب الخزري في التنفيذ، ينفذ وهب كرة راجع لمعلول الثاني على الهدف الثاني للمنتخب الوطني. كرة كانت جميلة، والهدف من بشير فابيان كامو. بشير فابيان كامو، من أين لك هذا يا بشير؟ أين كنت؟ وين كنت؟ بشير فابيان كامو صنع الهدف الأول وسجل الثاني، وكرة ممتازة جدا جميلة، تصويبة بشير فابيان كامو التصويبة الأخيرة. وبشير في مباراة الدولية الثالثة مع المنتخب التونسي نفس الرقم تقريبا مع طه.